فنترال بارشال جلوستوكتومي، عملية بقرة بترضع نفسها. مش شغال؟ شغال. هنبدا بعمليه الليجيشن او الربط، ممكن يتم بلف شياش او بخرطوم جلوكوز زي ما احنا بنعمل كده. طلعنا اللسان عشان خاطر نمنع البليدنج او النزيف. بنربط يعني على الفرينيليم لينجوي. نربط كويس. شغال فيديو؟ شغال. بس انا جايبك مش جايبك انت، اجيبك. لا لا، هات لنا العمليه اهم حاجه. بالظبط. بس كده. هنخدر اللسان لوكال انفلتريشن دوبوكين 2% او زيلوكين 2%. نخدر اللسان لوكال انفلتريشن انالجيزيا. طبعا دي باد هابت في الكاو. هنبدأ العملية جاست أباف ذا فرينيليم لينجوي. بناخد وينج شيب جاست أباف ذا فرينيليم لينجوي أنتل تو ذا تيب أوف ذا تانج. بنفوت 3 سم من التيب بتاعت التانج. هنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وينج شيب شكل الجناح يعني. بناخد ماسف تيشو من الطنج. بالسيزر وبنشيلها. تعمل يا اخوي؟ بالظبط. ماسف تيشو يعني العملية مش سطحية. بناخد ايه؟ تيشو تحت الايه؟ الوينج تشيب. خدنا الوينج تشيب. هنبدأ الخياطة. قلنا العملية جاست أباف ذا فرينيليم لينجوي أنتل تو ذا تيب أوف ذا تانج. بناخد سيمبل انتربتد خياطة. سيمبل انتربتد. بنعقد مرة واثنين وثلاثة عشان ما تهويش. ناخد سيمبل انتربتد وممكن الماترس كل ينفع. بس بناخد كذا عقدة فوق بعضيها عشان ما الغرزة ما تهويش.
Matrix temperature drafted. طبعا من الواضح اللسان بيضيق وبياخد دورزل شيب على اساس ان هي ما تقدرش تعمل الساكلينج مره اخرى. Temple interrupted أو ماترس. سمبل انتربتد. في ناس بتقول لك الماتريس عشان تو افويد تيرينج اوف ذا تانج، بس كله بينفع يعني. ناخذ اخر واحد عشان البريدنج بس.
نحل الليجيشن، هات له شويه ميه جاري مسقعه. خش خش تشيل نحل الليجيشن، طبعا هيحصل شويه بليدنج، مش هيبقى في مشكله، وتمت العمليه. بندي مضادات التهاب انتي انفلاماتري، انتي انفلاماتري انالجيسك انتي بيوتيك للحيوان، وخلاص تمت العمليه على كده. وشكرا، اشكركم.